أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فعاليات الندوة التثقيفية 32 للقوات المسلحة تحت شعار أكتوبر رمز البقاء والنماء. وكرر السيسي التحذير مما وصفه بالأجيال الجديدة من الحروب والتي تستهدف الرأي العام لتحويله إلى أداة تدمير الدول، محذرا من تكرار ما وصفها بأزمات 2011 و2013، كما أشاد بالإنجازات الاقتصادية التي تحققت، مؤكدا أن ما تم خلال 6 سنوات يعادل عمل 20 سنة. نشاهد جانبا من كلمة السيسي. وأقول لكم أن القضية اللي موجودة اللي أنا قلقان منها ودايما بشاور عليها ودايما بأكد عليها معانا، هو أن احنا نحافظ على بلدنا. لأن إذا كانت قبل كده كانت الحروب والمواجهات اللي بتتم لإسقاط الدولة أو هزيمتها وعرقلة تقدمها كانت حروب مباشرة زي ما انتوا بتشوفوا كده بشكل أو بآخر، دلوقتي بقى قلنا إن في أجيال جديدة من الحروب. الأجيال دي بتتعامل مع قضايانا اللي موجودة وتحدياتنا اللي موجودة، وبيعيد تصديرها للرأي العام في مصر عشان يخلي الرأي العام هو أداة التدمير، هو أداة التدمير للدولة. وبالتالي أنا لما أشوف اللي قاله الدكتور مصطفى كله، بغض النظر عن تحدياتنا اللي موجودة واللي ممكن نتجاوزها بحاجة واحدة فقط، إن إحنا نبقى عارفينها، وخليني أقول، كتير من الرجال السياسة والمثقفين في عقاب 2011 أنا قعدت معاهم واتكلمت معاهم على تحديات مصر في الفترة ديت، وقلت إن القضية أبدا ما كانتش قضية تغيير قد ما هي قضية فهم حقيقي لحجم التحديات اللي بتقابل بها الدولة. وده اللي أنا عايز بس أضيفه للدكتور مصطفى بيقوله، إن اللي انتوا شفتوه على مدى 150 سنة، إن أي دولة في العالم بتقدم منها تحديات، التحديات دي طالما إن شعبها واعي ليها ومستعد إنه يتكاتف مع قيادته إنه يواجهها ويتجاوزها، ممكن يتجاوزها. لكن لو هو تصور أو حد صور له إن الفكرة هي فكرة التدمير والإزاء للدولة، هتغير وهتصلح. وانا مش بقول كده عشان في موقعي اللي انا فيه ده، لا، انا بقول لكم كده لان الكلام دوت قلته وفي تسجيلات ليا وانا وزير للدفاع في ندواتي مع الضباط والصف والجنود، قلت لهم من فضلكم وعوا افرادكم وخلوا الافراد توعي اسرها بحجم التحديات اللي موجوده في الدوله المصريه، عشان الناس ليها امال واحلام، والأمل والأحلام دي قد لا تكون الدولة قادرة على تحقيقها. نرحب عبر الأقمار الصناعية بالدكتور محمد عفان، الزميل الباحث في منتدى الشرق. برحب بك يا دكتور محمد. ويمكن كان في نقط كتير في كلام الرئيس السيسي اليوم، كتير منها سبق يعني وقيل في مناسبات سابقة أيضا على لسان السيسي، لكن يمكن التأكيد على فكرة التحذير من المخططات التي تستهدف الدولة المصرية واللي بتستغل المشاكل الموجودة علشان تدفع الشعب أو الرأي العام أن يكون أداة التدمير، كان عليها تركيز كبير النهار. صحيح، أتفق معك. يعني في البداية ما ذكر النهاردة بشكل عام هو تكرار لكثير من الأفكار التي يعني تناولها الرئيس السيسي في لقاءات سابقة، لكن كان هناك تركيز بشكل أكثر حول فكرة الاستقرار وأهمية الاستقرار. وهنا يمكن محتاج أوضح 3 أو 4 سمات أساسية في الخطاب المتكرر للرئيس السيسي وحتى لأي نظام سلطوي أو استبدادي بشكل أو آخر. أول حاجة مخاطبته للجماهير بشكل مباشر، وليس طلب منها أن تكون مشاركة في اتخاذ القرار السياسي أو أن تكون حتى أو في ضوء المصارحة والمكاشفة والمحاسبة، وإنما في إطار الثقة في القيادة والانضباط بما يحق الاستقرار، الطاعة. هنا الفكر السلطوي لأي نظام سلطوي بما في ذلك نظام الرئيس السيسي يركز على هذه الفكرة، حضور الجماهير فقط بشكل انضباط واستقرار وثقة في القيادة، لكن هذا هو حدود الدور المرسوم لها. حتى في حديثه عن الوعي
لا يحدث عن وعي نتيجة إعلام مفتوح أو نتيجة نقاش صحي، أو لكن الوعي المقصود به هنا التلقين الأيديولوجي. نحتاج المدارس، نحتاج وسائل الإعلام أن تلقن الشعب هذه الرواية وهذا هذه الأفكار عن الدولة ودورها وخلافه. ثم المسألة الثالثة هي فكرة الطعن في النخبة القائمة. يعني مرتين في لقاء اليوم يتكلم على أنه التقى بالمثقفين والسياسيين وهؤلاء ولم يكن لديهم فكرة عما يجب أن يتم فعله، وهذا في الواقع دليل إدانة على للدولة المصرية، أن شعب مصر بالمئة مليون وفيه نخبة سياسية وثقافية وفكرية، وفي النهاية هذه النخبة محاصرة أو معزولة أو مطاردة، وبالتالي يعني هناك طعن في شرعية هذه النخبة وقدراتها أمام الجماهير. ده تقريبا ملامح الخطاب المتكرر، أن الاستقرار والثقة، الاستقرار يأتي من الثقة، يأتي من الانضباط، يأتي من سماع الكلام بالتعبير الدارج، ولا تفكروا أن النخبة لديها حل، اسمعوا الكلام منا نحن سنلقنكم ما ينبغي أن تؤمنوا به. هذا تقريبا كان مجمل خطاب اليوم، وهو تكرار مرة أخرى لخطابات سابقة. طيب يمكن برضو جزء لافت في الموضوع هو التأكيد مرة أخرى على فكرة المصالحة. أولا الكشف عن أنه في عروض بالفعل أو في أحاديث بالفعل قيلت، وإن كان الرئيس لم يحدد ما هي الأطراف التي عرضت أو فتحت هذا الموضوع، لكنه أغلق الباب تماما أمام أي مصالحة مع أطراف يعني تستهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية. بعض الناس بتشوف أنه ده ممكن يكون نهج ونسق ثابت في خطابات الرئيس السيسي، رفضوا أي كلام، وطبعا لم يحدد الطرف الآخر في المصالحة، لكن مفهوم ضمنا أنه جماعة الإخوان المسلمين، أن هذا هو نهج ثابت، أنه لا مصالحة مع الإخوان أيا كان الوضع وأيا كانت الظروف في ظل رئاسة الرئيس السيسي. نعم، يعني إحنا يمكن سمعنا بعض التلميحات عن حدوث مبادرات المصالحة، بعضها من قيادات الإخوان، بعضها من السيسي في بعض الأحيان، لكن يعني مبدئيا أكيد هذا الأمر تم. يعني عدم وجود مصالحة سياسية أو مجتمعية بيجعل الوضع في مصر قابل للاشتعال من وقت لآخر، وبالتالي مع كل أزمة زي أزمة مظاهرات سبتمبر الماضية، أظن أن هناك أصوات بدأت من داخل النظام حتى على استحياء تنصح بفكرة تخفيف توتير الأوضاع ويعني تخفيف هذا الشحن بشيء من المصالحة. لكن كما ذكرت في مسألتين مهمين، ما المقصود بالمصالحة؟ يعني هل المقصود بها جماعة الإخوان فقط؟ لأن النظام في الواقع دخل في خصومة مع عدة أطراف داخل المجتمع السياسي المصري، ليس فقط منهم الإخوان المسلمين، وإنه أيضا بعض المعارضة الليبرالية واليسارية، بعض النشطين، بعض الحقوقيين، وبالتالي المقصود بالمصالحة يجب أن يتم تحديد هذا الأمر المتروك بشكل عام. المسألة الثانية هو الرفض القاطع لفكرة المصالحة وإطفاء حالة من نزع الوطنية عن الأطراف الأخرى، أن هؤلاء قلبهم مش على البلد ويعني عايزين يخربوا البلد، بيعادوا الدولة المصرية، وبالتالي هنا يعني في شيء من القطع الطريق، وحتى يعني اللي عايز صالح يروح أنا مش رايح، وبالتالي هو يعني بيعلن بشكل قاطع أن هذه المبادرات مبادرات ميتة وغير مقبولة. فبالتالي مسألة المصالحة يبدو أنها مسألة يعني حتى الآن ضبابية. مرة أخرى المصالحة هي من وجهة نظري تستحق أن تكون أبعد وأشمل من فكرة المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين. أظن هناك حاجة المصالحة يمكن حقيقية بين الدولة وبين المجتمع المصري، يعني من وجهة نظري في نقاط كثيرة، لكن أي حديث عن المصالحة الآن هي ربما يعني حديث مؤجل إلى حين. إيه هو الحين؟ لأنه إحنا عندنا مادة واضحة في الدستور لم تعدل حتى ولم تغير في التعديلات الدستورية الأخيرة، تحدث عن المصالحة الوطنية، وزي ما حضرتك أشرت حتى لو المقصود انه قانونا جماعه الاخوان المسلمين جماعه منحله بحكم القانون او غيره، لكن في النهايه في اطراف اخرى وفي اطياف مختلفه من المجتمع ما زال فيه ما يشبه الخصومه بينها وبين النظام الحالي، حتى بعضها كان شريك حتى في 30 يونيو. صحيح. وهو الى حين ان يدرك النظام او تدرك بعض اطراف داخل النظام، اطراف فاعله، أن هناك حاجة حقيقية إلى المصالحة، وأن يعني الحلول الأمنية وتشويه الآخر، ويعني فعلا تحتار إلى يعني الحديث عن ربط المعارضة
بالمؤامرة، وأن هناك دائما أصوات المعارضة هي أصوات تستهدف الدولة، ووسم ما حدث في 2011 بأنه أساس في كل المشاكل. هذا بيخلق خصومة مش بس مع الإخوان، لكن مع حتى كثير من التيارات التي شاركت في 25 يناير، وكانت يعني وحتى بعضها أصبح جزء من النظام الجديد. لكن النظام أو الدولة المصرية وعلى رأس منها الرئيس السيسي عنده هذا هذا التخوف من حالة 2011 مرة أخرى، وبالتالي هو يذهب بعيدا في معاداة الأطراف التي كانت جزء من 2011، وهو يستثنيها جميعا من المعادلة. فإلى حين أن يعني يكون هناك أطراف عاقلة وأطراف أكثر يعني مرونة داخل النظام تدرك أهمية حدوث مثل هذه المصالحة، حتى لا يتم يعني كما ذكرت وجود هذه البيئة القابلة للاشتعال مع كل أزمة ومع كل حدث. هذه ستظل دائما ضاغطة على مصر، ضاغطة أمنيا، حتى ضاغطة في صورتها الدولية وفي تحركاتها الإقليمية. فنتمنى أن يأتي هذا الحين قريبا. واضح أن موضوع المصالحة ده رغبة مشتركة، لأنه حتى الطرف الآخر في قيادات جماعة الإخوان المسلمين رغم الضربات الكثيرة اللي تلقيتها في السنوات الماضية كلما طرح الحديث عن المصالحة تبرأت الجماعة تماما من هذا الموضوع، أكدت أنه لا مجال للنقاش حوله، حتى عندما وقع بعض المحبوسين من جماعة الإخوان على إقرارات في تمهيد ربما للوصول إلى مصالحة لاحقا تم التبرؤ منها ومهاجمتها كمان. فبالتالي الطرف الآخر حتى لا يبدي مرونة أو لا يبرز أنه إذا طرح هذا الأمر سيتجاوب معه. نعم، لا يمكن لأن الطرف الآخر برضو يعني الإخوان وقيادتها تخشى أن الحديث عن المصالحة مع قواعد الإخوان اللي هم بقالهم سنوات الآن في حالة شحن ضد النظام الموجود في مصر، يجب أن يكون لديهم مسوغ ما لإقناع القواعد بأن هذا يعني هذه المصالحة نتيجة حدوث تغير ما. ففيما يبدو أن حتى مبادرات المصالحة لا تعرض شيء على قيادة الإخوان يمكنها أن تسوغ به هذه يعني هذا التحول في موقفها. لكن مرة أخرى أنا أظن الأمر مش مستبعد، أظن الحديث عن بعض الوساطات اللي كانت حتى البعض ذكر يمكن الشيخ راشد الغنوشي كان يعني بشكل غير رسمي حاول في أحد هذه الوساطات، أظن هذه المسألة ليست مستبعدة إذا كان في هناك وسيط قوي ولديه يعني عرض مقبول يمكن أن يبنى عليه. لكن تشبث الإخوان وقيادتهم برفض المصالحة أظن من باب أنه لا يوجد شيء مغري فيما قدم لهم، وبالتالي يعني نحتفظ بقواعدنا وبتماسكنا دون أن ندخل في شيء لا طائر من ورائه. طيب خلينا نروح عبر الهاتف الأستاذ محمود عطية المحامي ورئيس ائتلاف مصر فوق الجميع. أستاذ محمود برحب بك، وخلينا نتوقف أمام أهم النقاط التي سجلتها في حديث الرئيس السيسي اليوم واللي حابب أنك تلقي الضوء عليه. مساء الخير. أهلا بي. فقامة الرئيس النهاردة اتكلم كلام واضح جدا وعن تحفيز همم المصريين للعمل والإنجازات ومدى العمل الذي تم في خلال أو الست أو سبع سنوات الماضية، وإن التقدم محتاج أكثر همة وأكثر عمل، ولوح إلى المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه يرفض بصفة شخصية هذا المبدأ. وكان في الحقيقة حديث واضح وشفاف، يعني ما فيهوش أي لبس يعني. طيب أنا عايز أقف معاك عند حتة محمود، وهي الحديث دايما عن أهمية العمل وأهمية الإنجاز ويعني عدم الانجرار وراء المخططات التي تحاك ضد مصر، يعني المعاني دي اللي بيأكد عليها الرئيس السيسي دايما. لكن بعض الأطراف الأخرى سواء في المعارضة أو مراقبين أو حتى كتاب ومحللين يشوفوا أنه ده يجب أن يتزامن مع بعض الهامش المتاح للحريات، بعض الإشراك للناس في سوادهم الأعظم يعني في صنع القرار، بعض المحاسبة، ليس أن تبقى الأمور في دائرة صغيرة جدا حول السلطة.
استاذ محمود. انا يا فندم انا مش عارف اسمع صوتك كويس، يعني واضح ان في خلل في الاتصال. استاذ محمود سامعني؟ طيب واضح ان في خلل في الاتصال يا جماعه، نحاول نعيد الاتصال باستاذ محمود مره ثانيه. خليني ارجع لك مره ثانيه يا استاذ محمد عفان، لانه في حديث دايما او قاله الرئيس السيسي اليوم، وهو عدم الانجرار وعدم استخدام الشعوب او عدم استغلال اطراف اخرى للمشاكل الموجوده عشان تدفع الشعوب ان هي تنزل الشارع ويعني تحدث فوضى. ربما بعض الاطراف حتى داخل المعارضه بدات تعمل مراجعات داخليه، واحنا شفنا اصوات يعني كانت محسوبه على ثوره يناير او ما زالت، واطراف محسوبه على المعارضه بدات اصلا تعيد حساباتها في فكره التغيير بالشارع والتغيير بحشد الناس في الشوارع، وتشوف اصلا اذا كانت هي دي فكره ملائمه وجيده للتغيير ولا لا. راي حضرتك يعني واضح انه في اتفاق بين قطاع في الجانب المحسوب على المعارضه وقطاع في السلطه او القطاع الوحيد يعني اللي موجود في السلطه انه بلاش شارع. والله انا اتفق معك، يعني في بعض الاصوات الان حتى في المعارضه المصريه بيتحدث عن اهميه يعني تجنب هذا الخيار من اجل يعني تبعاته ربما الغير متوقعه. لكن يعني هذه الثنائيه التي دائما ما يحرص النظام على تقديمها في مصر، انه اما استقرار واما فوضى ثم حروب اهليه ثم لجوء، يعني هذه الثنائيه ثنائيه مرفوضه، يعني لا احد يريد ان يذهب الى الشارع فقط حبا في الصدام مع السلطه القائمه. الناس تريد ان يكون لدينا نظام حكم رشيد، يكون هناك في أدنى درجات المشاركة والمحاسبة، وأن يكون ببساطة يعني نحن لدينا يعني نسق موجود في ذهن النظام القائم أن الحل عندي فقط ثقوا فيه واتبعوني. طيب حتى متى؟ يعني الآن نحن يعني نحتاج إلى يعني حتى معيار تقييم، يعني إذا كان هذا هو النسق الموجود في ذهن النظام، طيب على ما نحاسب هذا النظام؟ على ما نقيم أداء هذا النظام؟ طب إذا اختلفنا مع النظام، إذا اختلفنا مع رؤيته في صالح مصر في الأمن القومي الاقتصادي، ماذا سنفعل؟ فالمسار الطبيعي هو وجود أصوات معارضة في البرلمان، وجود صحافة حرة، وجود جدل في مجتمع مدني صحي وحر. إذا كان هذا المسار مغلق، إذن البديل هو الذي سيكون للأسف الخروج إلى الشارع للضغط على السلطة لكي تسمع وكي تأخذ الناس في الاعتبار. فالمقصد أنه الحراك في الشارع ليس مقصودا في ذاته، ولكن نتمنى أن يكون لدينا مسارات سياسية رسمية استيعابية تقبل آراء مختلفة وتسمح بمساحة حوار يعني أكثر انفتاحا. خلينا نعود للأستاذ محمود عطية، لأن دي نقطة مهمة جدا وأتمنى تكون سامعني جيدا دلوقتي أستاذ محمود. يعني كلام استاذ محمد عفان وسؤالي لحضرتك في البدايه كان بيتعلق ب ماشي ما فيش شارع، ما بلاش مغامرات تغيير غير محسوبه، لكن في المقابل يجب ان تكون هناك ادوات اخرى للتعبير عن الراي، ادوات اخرى للتغيير السياسي، ادوات اخرى للمحاسبه والمكاشفه. ليه ده مش موجود اذا كنا خايفين من الوصول لمرحله الشارع؟ لا هو استاذ تامر، الموضوع الشارع ده فهم من فخامة الرئيس سيسي غلط. فخامة الرئيس بيقصد ان ما جرى بعد احداث 25 يناير وما بعدها من العمليات الارهابية ومن القتل ومن السلب والنهب، الرئيس بيقصد هذا الكلام، ولكن ما بيتكلمش على 25 يناير كبعض الشباب الطامح في مستقبل أفضل، في الإصلاح، في القضاء على الفساد. لا، كل ده متفقين عليه. يعني الرئيس بيتكلم ومش معقول فخامة الرئيس كل ما يتكلم هيجيب قاموس عشان يشرح له بيقوله، لأن كلام مفهوم. ولكن بعض الأطراف بيحاولوا تفسير كلام فخامة الرئيس على هواهم او على الخطأ او على ما يبتغون. بس مش هو ده السؤال استاذ محمود، السؤال انه مش تقييم حتى ال 25 يناير، بنتكلم على فكره انه في تحذير دائم من فكره النزول للشارع، ودي حتى بعض اطراف المعارضه بدات تعمل مراجعات فيها وتشوف ان هي ربما ايضا
تكون وسيلة يعني محفوفة بالمخاطر، لكن في المقابل يجب أن يكون عندنا أدوات للمحاسبة الشعبية وللرقابة وبرلمان منتخب بشكل جيد ومعبر عن قطاعات كبيرة وصحافة حرة. يعني إيه اللي يمنع إن أنا أعمل ده عشان ما أوصلش لده؟ كل اللي بتقوله ده حضرتك يا استاذ تامر انا موافق عليه. ثقافه، اعلام حر، انتخابات نزيهه، كل ده ما حدش يعني له عقل يرفض هذا الكلام. فده ده ده كلام مطلوب، واضم صوتي لصوت اي شخص بينادي بهذا الكلام في حدود، في حدود الامن القومي للدوله. في عايز تعبر عن رأيك، حضرتك عندك قانون التظاهر، تقدم بطلب، ولكن الأغلبية من الإخوة اللي بيريدوا عمل وقفات احتجاجية لا يريدوا أن يتحملوا مسؤولية التظاهرة. لذلك بس الوقت قدم الحقيقه طلبات تظاهر برضو، احنا مش عايزين نختصر الموضوع في التظاهر بس بما انك عركت عليه، فخلينا نقول انه في برضو أكتر من حزب سياسي سبق وتقدم بطلبات التظاهر بعضها حتى في أماكن مغلقة زي حديقة الفسطاط، وتم رفض كل الطلبات اللي قدمت. يعني ما فيش طلب واحد تم الموافقة عليه إلا المظاهرات المؤيدة. رفض من مين؟ إذا كان رفض من الداخلية فقاضي الأمور الوقتية بالقانون وبالدستور هيوافق على الكلام، بس هم بيكسلوا. لكن التعبير عن الرأي والمشاركة في الحياة السياسية وكان حق مكفول للجميع بالدستور. وحضرتك أستاذ أمير صحفي معروف واخبال حضرتك وتعرف هذا الكلام. يعني المسائل مش يعني احنا ما بنقولش كيمياء، يعني ما بنخترعش العجلة ولا الذرة. كل الكلام الذي يؤدي إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان كل هذا وارد ومرحب به. طب الجزء الاقتصادي لانه مهم جدا ودايما برضه بيتم يعني المرور عليه في احاديث الرئيس وكلماته، ان الشعب المصري تحمل الاجراءات الاقتصاديه الكثيره اللي تم اتخاذها وانه فاتوره الاصلاح الاقتصادي كانت صعبه لكن المصريين تحملوها. والسؤال دايما زي ما قال الاستاذ محمد عفان في نهايه الكلام الى متى، دايما بيكون مطلوب افق، انا بعمل كذا عشان اوصل في المرحله الفلانيه لكذا فاحقق الاكتفاء او ابدا اخد المرحله اللي بعدها. هل حضرتك شايف انه ده واضح؟ واضح احنا عندنا جدول زمني او خطه نوصل لايه امتى؟ لا هو واضح في 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 مساله البنيه التحتيه. يعني لما فخامه الرئيس لما في اثناء الحمله الانتخابيه بتاعته لما قال ان من ضمن اهدافه يقيم شبكه طرق كبيره جدا ودوليه لكي تجذب المستثمرين. الاستثمار بيقوم على الطرق المفتوحه والتواصل بين فعلا في شبكه طرق اتعملت عالميه وزودت التصنيف بتاعنا بالنسبه للطرق في العالم. المدن الجديده اللي بتتعمل زي العاصمه الاداريه الجديده جاذبه للاستثمار، العالمين الجديده جاذبه للاستثمار. في الكهرباء وانتشار المحطات الكهربائية واستيراد الماكينات والمحولات من ألمانيا عشان الطاقة وعشان الكهرباء المصانع، كل ده مؤشرات. ولكن أحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، زي بقالنا سنة يعتبر أو داخلين على سنة في موضوع الوباء الذي يعاني منه الجميع. لا شك أنه عطل المسيرة شوية، ولكن أنا شايف أن المسألة صحيح إحنا استحملنا وصحيح بنستحمل عشان نحافظ على بلدنا وعلشان نبني بلدنا. أنا عارف أن في ناس تعبانة وإحنا تعبانين، لا ننكر هذا الكلام، ولكن هذا لمصلحة الدولة المصرية. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أستاذ محمود عطية المحامي ورئيس ائتلاف مصر فوق الجميع. شكرا جزيلا للدكتور محمد عفان الزميل الباحث في منتدى الشرق. شكرا جزيلا لكم.